تشاهدون بعد قليل مسابقة أوشيف البرايم الأخير على شاشة كوندوزا. أوشيف أحسن طباخ هاوي في المغرب. كرتيني خلص الدولمة، خلص غير انترنت ساعة. نبيل خاصك تخلص. وليه تغدى وصل اليوم الغدا؟ اش كتقول يا نبيل؟ اش كتقول؟ لا الضو. اوكي يا نبيل اوكي. بلاتي على الصباح غنزروبة شوية كنتيش عليها. ولات فيها الفوضى صاحبي، ما تقدرش تعطي شي ايدونتيتي ولا شي حاجه، راه غير الزحام وشي داخل في الشارع. ما فهمتش انا هذا الشارع. انا مع التنوع، كل واحد يدير اللي يعجبو. صباح الخير، صافا؟ جا هداك؟ جا بكري؟ صباح عثمان. صباح بخير، أنا أخذت قهوة نتلاقاو في البيت. داكوغ نبيل علي صافا؟ بخير؟ لاباس عليك؟ كلشي واجد؟ كلشي واجد. يلا يلا سامارش واخا. أسامة صافا؟ صباح النور يا نبيل، كي سمحتي؟ الحمد لله.
صباح الخير سي نبيل. صباح الخير نجي لاباس. نايد عندهم الروينة هادو صباح صح. لو انت عارف واش اللي تيبغيو الناس الصداع والروينة تخربيق الله. بون يلا بون كوراج. يلا اسمح لي بغيت نوصل لك. دخل عثمان دخل. عثمان شنو عندك اليوم اخويا؟ عندنا السكن العشوائي وعندنا اليوم ضد النساء. السكن العشوائي ديجا هضرنا عليه. باغ كونتخ العنف ضد النساء ما كناش هضرنا عليه. لا ما درناش. متيقن. بون تخلي العنف ضد النساء. شنو عندك في لي زانترفونون؟ في لي زانترفونون عندنا يا اما دكتور بن سودا وي ولا الدكتور حليمي. نو الحليمي لا باسكو بن سودا درنا معاه اون بون ايميسيون لا ديرنيغ فوا. دونك العنف ضد النساء تعيط لي بن سودا. دونك تي سي سكو تو فا فيغ غير سير لا سال دي غينيون جو لي ديتو على ما سالو الحق عليك واحد دو تخوا مينوت. ميرسي خويا. ليميسيون د البارح صاحبي دازت ناقصه ما عجبتنيش كاع شويه. يكون ستريس لا خويا ما عرفتش واش ستريس وسالني ما هادي لاباس. لاباس بخير. انت كلشي واجد. انت ما تقربش غير لهذا الميكرو كي صافي سا مارش الله يخليك. المهم لي زانترفونون راهم واجدين والدكتور بالسودا تا هو واجد سا مارش. عثمان غير عافاك بقى هنايا ما تحرش باسكو جوغي بتيت بوزون دو تو. داكور سا مارش شكرا. صافا علي صافا كلشي واجد انا بي سي بون ياك. كلشي واجد اخويا. اليوم غادي نهضر على العنف ضد النساء اخويا. وا سلمى عندي اخويا مادام كتعيط لها فشي وقيت. خويا نبيل شوف ستوندار راه كيعيطوا لك. ستوندار؟ ويلي لا ستوندار وعندك بعدا عندي شويه ديال الوقت شي جوج دقائق. ما بين 3 دقائق حتى 4 دقائق ندير شي موسيقى بين ما جيتي. قالت لي واقيلا مراتك. وي سلمى وي صافا بزرب الله يعطيك الصحة راني خدام. وي وصافي هادشي هضرنا فيه. واخا بصحة سي بيان يلا يلا سلام. المرة الجاية إلا عاودت عيطات لي قول لنا في اجتماع ها جو كونت سيغ توا. عثمان خليك هنا عندك تمشي لشي بلاصة واحدة أخرى. دويتات شباب سيغ ما راديو. واجدينا علي. أنيستي سيداتي سادتي أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم دوي حتى تشبع. كنذكركم بأنكم يمكن لكم تصلوا بنا على الرقم 0513443430 باش تطرحوا لنا الأسئلة ديالكم وحنا نجاوبوا عليها إن شاء الله بحول الله. غادي يكون معنا دكتور بن سودا عبر الهاتف باش يتجاوب معكم وإن شاء الله يكون على الحسن الظن ديالكم. موضوع حلقة اليوم هو موضوع الغربيات. هذا الموضوع هذا هو العنف. اذا غادي ناخذ المكالمه الاولى. لا اسمحوا لي. إذن غادي نتكلموا على هذا الموضوع هذا هو ديال العنف ضد النساء. غادي نحاولوا نتكلموا عليه بلا ضغوات بلكم تصلوا بينا تقولوا لنا يعني شنو المشاكل اللي كتعيشوها في الحياة الزوجية ديالكم. إذن غادي يكون عندنا واحد الوقفة موسيقية وبعد الفصل سوف نواصل. شكرا نبيل. وي سيري دوز عندي البيرو. واخا سا مارش. صباح الخير يا لالا. صباح الخير. صافا خير. صافا صافا. شكرا نبيل. نبيل فا ايوا فا مالكي تاني شنقولك قاتلني الوسواس كما دابيت. بقيت ضحكي. لا ضحكي مزيان. عرفتي شنو درت؟ جي بري اون ريغل جو ميزوري 1 متر اي جي تو انلفي
دابا يبي فولي يطيح يدير شنو ما بغى يطير صافي انا اللي عليا درتو كنزه دري واحد خرج لك العقل حمقني عندها كيفاش ديريها راه صافي سفيني سفيني انت فوين نونو علاش هاد لا نونو باسكو تو سامبلومون فوندردي دايره واحد السواري عندي في الدار ديرها هاد لا سواري اي سواري ديرها هاد لا سواري نونو نونو راه ما عرفتي راه ممكنليش نخليه نيمبورتو كي شفت ما بروموسيون كتفلاي سي با فري إذن الحلقة ديال اليوم وصلت للنهاية ديالها كنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم ونكونوا جاوبنا على الأسئلة ديالكم وعطيناكم الأجوبة اللي كنتوا كتسناوها منا ما بقى لي إلا نتمنى لكم أمسية سعيدة وإلى الغد إن شاء الله شكرا. بعد قليل برنامج العائلة المغربية وي سي تماني سي نبيل سافا سافا الله يبارك الحمد لله الو tu sais que j'écoute toujours ton émission يومياً هذا شرف سي تماني si je l'écoute tous les jours c'est que ça doit bien m'intéresser ايوا طميه 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 غير وكان mon intérêt à moi ne suffit pas C'est-à-dire si tu m'as dit, je ne sais pas. Je suis venu à dire que je voulais faire une émission populaire. Et en tant qu'émission populaire, ça doit être populaire. Tu m'as dit que si tu m'as dit. Et où est-ce que le mouchkil? Le mouchkil, c'est Nabil. Le mouchkil. Le mouchkil, où est les résultats, c'est Nabil? Les résultats sont mauvais. Et pourtant, tu es loin d'être con. Nabil, je vais vous dire. Cette émission, je ne vais pas vous dire. Les gens ont des problèmes, les gens ont des problèmes, les gens ont des problèmes. Oui, oui, c'est une émission, elle est faite justement pour que les gens ont des problèmes. Non, c'est dit. Mais quand tu as un ami, tu as des problèmes avec les gens. Mais les gens ont des problèmes avec les gens. Ils ont des problèmes avec les gens. C'est ce qui ramène l'audimat. Et oui, je n'ai pas de problème. Nabil, est-ce que ça va chez toi? Alhamdoulilah, tout va bien, si tu as manié. Est-ce que ta famille, ta femme, ça va, tout va bien? Si tu as manié ma femme, Zima, c'est quoi le rapport? Alhamdoulilah, Zima, tout va bien. Ok, imkin ma prétiche me dire radio, ça fait. Bref, je vais te trouver une autre émission. On va penser à quelque chose de nouveau. On va penser à de la musique. Tiens, ça, la musique, ça t'a toujours intéressé. Andero, une émission spéciale pour la musique des jeunes. C'est quelque chose qui t'a toujours plu. Oui, mais si tu as manié, Non, non, tu vas aimer. Laisse-moi juste le temps de faire ça. OK, là, j'ai déjà un programme en tête. Je te vois très bien dans cette nouvelle émission. Ça va? Et où est-ce? On va te trouver quelque chose. Je suis viré, c'est ça? Virer, tout de suite les grands mots. Pourquoi virer? Pas virer. C'est juste une pause. Voilà, c'est une petite pause, le temps qu'on te retrouve quelque chose qui te plaise. Tu vas aimer, laisse-moi faire, fais-moi confiance, je te rappellerai. Pour la tienne, je t'appelle, c'est promis. Le temps qu'on retrouve quelque chose, je pense que ça serait cool qu'on se voit dans deux. Inch'Allah, on va se voir, Inch'Allah, t'inquiète pas. Hé, hey, souris. Souris.
واحد لا سيسيون دو زومبا سيتي جينيال ومسكينه كنزه على فولي سوفر لو كوتش وتكربعات شوري فريمون دو Écoute, واقيلا راس العام عنده الشيف داجونس. ولا بصحتك لا بروموسيون جديده سي بيان سي بيان سي بيان. كاش تا جوا سيدي. En tout cas merci. Je préfère. شي بغيت نقول لك كاع. اللي بغيت نقول لك سيدي سي كو صحاباتي غدا واقيلا جايين ندير واحد البيتيت فيت في الدار. مزيان. وانت؟ شنو هذا؟ سي با بوسيبل. نبيل. طون اوغمونتاسيون. مال مون اوغمونتاسيون مالها؟ راه حنا دوينا في هذا لو سوجي شحال من مرة نبيل. تبت معقلية معاك الله يرحم بها الوالدين. أنا ما يمكنليش نبقى عايشة معاك في دار ديال الكرا. خاصنا نمشيو دارنا. عندك الحق عندك الحق عندك الحق. شنو كدير من الصباح انت في داك البيسي دير معايا عقلك؟ باغي نطيب كنقلب على واحد لاغوسيت. ها؟ باغي نطيب كنقلب على واحد لاغوسيت. نو. انا غنكوموندي بيتزا صافي بلاش. شكون هاديك البيتزا انا بغيت نطيب الله يرحمه ولا جايك بيتزا صابوكو. ايوا سيدي راني كومونديتها. ايوا لالا غادي تاكلها بوحدك. Je ne m'attends pas pour déjeuner. الو حبيبي كي داير بخير صحه لاباس صافا الله يبارك فيك قول لي يا حبيبي عندك شي وقيت هاد العشيه نتشافو لا لا والو بس والو بس انا نهضر معاك نطيب انا في بلاصه كاع الا بغيتي الله يعطيك الصحه يلا واخ واخ يلا نتشافو بارك الله فيك بارك الله فيك يا حبيبي شكرا شكرا الله يعطيك
اليوم غادي نوريكم وصفه الحلوه سهله. ماما كون كنسجل. سمحي لي بنتي الله يرضي عليك، واحد الكاس ديال الماء. واخا. مازال مع هذوك لي فيديو ديال الطيار. ماما راكي عارفه. ايوا شنو غتبقي مقابله داكشي مخليه خدمتك؟ ماما انا قلت لك كنربح فلوس مع هذو لي فيديو. والله يعاونك يا بنتي، الله يعاونك. كوني هانية ماما، أنا معاك. ما تنسيش ليا غدا الرونديفو ديال الطبيب. ماما كلمة واحدة. وسيري بنتي الله يرضي عليك. مشاهدين مرحبا بكم، اليوم غادي نوريكم طريقة الحلوى سهلة. مشاهدين مرحبا بكم، اليوم غادي نوريكم وصفة الحلوى. واه واه الله يلعن الشيطان. سير سير دخول اخويا انا جاي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويلي انت وقت ما بقيت بغيتي تغوتي هنايا في هذا. واش انا مني الطياب ومني غسل الماعن وحتى من الكليان انا اللي تنسر بهم؟ هادشي راه بزاف. واش هادشي ما كنتيش كديريه من قبل؟ وبشحال؟ بجدريال. شوفي الله يرحم باك ما عجبكش الحال، الله يعاونك يا ربيعه. اسيدي هاك ها طابليتك الله يسخر. يا الله الله يعاونك. اه لطيفه لطيفه. خلي مش عيب شتشي اصاحبي. شنو انت كتشوف ولدي نبيل؟ هاد السيده هادي دخلتها ما كتعرفش طيب بيضه هي الاخرى. درت لها لاسيروس، درت لها لاميتيو، درت لها كلشي، وفي الاخرى هي كتغوت قالت لك علاش كتخدم هنايا. دابا كتعصب في راسك عاد مشيت عليها قال ولد اختي ضرب ضرب. والله ينعر الشيطان وصافي. برد برد شويه اخي. اجي اجي بعدا نقدمك الحاج. هذا راه هو نبيل ولد اختي، هذا هو اللي كيخدم في هذاك البرنامج ديال دوي حتى تشبع. السلام عليكم. بالصحه والراحه. بالصحه والراحه. سمحوا لي انا راكي حشمني واحد شويه. كنت جالس تاكل معنا شي حاجه؟ لا لا خصني نمشي والله، جيت نطلع عليكم شي فحالي. فين غادي للخدمه؟ لا لا مشى للدار. اه وتخليني انايا ربيعه شتيها مشات وتخليني بوحدي. واش غدير لي؟ كيفاش غدير لي؟ وعلى الاقل غادي تصوب لي الحريره العشيه وصوب لي شي ربعه الطواجن. ونجف ليك وخصني ليك الموعد حتى هما. او تجي خلي راك بوحدك وصافي والله العظيم. لا لا خصني نمشي والله، خصني نمشي بالله القسم. اجي اجي جلس جلس جلس. اسمع واحد شويه. والله الا توحشتك اولد اختي. والله العظيم الا انا بالله القسم. وش ديك الوقفه اللي وقفتي معايا ما عمرني غادي ننساها. ما تقولش هاد الهضره، راه خالك. خالك؟ عارف اللي كاين عارف. ولي دخلت بلاصه والله القسم. الله يرحمها روح. قراتك وكبراتك، ردت منك راجل. راجل واش من راجل؟ راجل ومس. نبيل ما عجبتينيش، مالك ياك لاباس؟ لا والو باس والو باس. دابا دخلنا عليك والله شي واحد يقول لك نعيط لك في التليفون وما عيطش، كيفاش تفسر هاد القضيه هادي؟ ما فهمتش علاش كتهضر؟ دابا بيني وبينك هذاك البرنامج اللي كنت كنقدم كي كان كيجيك وقول لي الصراحه. داك تقول لي باللي هي الصراحه راه ما جربش عليا، ولكن القضيه شويه حامضه هاد الايامات. بحال اش حامضه؟ كيفاش؟ ابو مشعيب اخذنا الجوع. خلي عرفتي شنو؟ خليك تسربي كليان ديالك تنتظروا في هادشي من بعد. انا مزاول. عاود لي عاود لي قول لي اش كاين. اودي شنو نعاود لك اخي؟ خليها الله وصافي. الحاج طاجين ياك؟ طاجين. واحد الخمسه دقائق تقعد وانا معاك. عقلتي على ذاك المدير ديال الراديو اللي دويت لك عليه ديك المره ست ثمان؟ اها. قال لي بحال باغي يجري عليا غير بالفن. ويلي وحق الله العظيم. قال لك اودي ديك البرنامج ديالي راه قدام واحد شويه، خاصنا نبقاو شي برنامج جديد. شي افكار جديده ولكن وقتاش وكيفاش؟ الله اعلم.
اسمح لي اخي اللي جيت صدعت لك راسك، راه انت الاول اللي جيت نهضر معاك في هذا الشيء. سلمى قلت لها هذاك الشيء؟ سلمى والله مازال ما قلت لها والو بالله القسم. كيفاش مازال ما قلت لها؟ اش راه سلمى هي الاولى خصها تعرف. عندي شويه قاصحه هذيك المراه، خصني نلقى كيفاش نقولها لها. نبيل شوف ولدي، انا ما في حاليش وداك الشيء اللي عندي على قدي، ولكن اي حاجه تقلت عليك خففت عليا. لا لا يخطيك عليا، راه كان ما كانش قلبي طيب والله ما نجي نقول لك هذه الهضره هذه بالله. نبيل مالك مع مراتك؟ سلمى الله يهديها ما عرفتش، ساكنين في بارطما، سحب راسك ساكنين في فيلا، عندنا طوموبيل صغيره، سحب راسها عندها طوموبيل كبيره، وهذا شي احلام وشي افكار، داك الشيء ما بقاش مسلكني. كذبش عليك. كيفاش ما بقاش مسلكك؟ انت راك قاد بهذا الشيء يا صاحبي، راك قاد به، ما عمرك تحيد الثقه من راسك. الشيء اللي مشات هذه الخدمه تجي خدمه اخرى. مالك؟ راه بينك باش تكون راجل وتكون قاد بكل شيء. الله يهديك. شوف بعد غير على هاد القوامل وهاد الطواجن هادو وخدم اللي بغيتي. والله العظيم الا ضحكتيني والله. اجي الطاجين ديال السيد عندك تكون نسيته. والله الا نسيته. شوف شوف شوف. اسمح لنا الحاج. اودي ابو بشعيب الله يهديك. على سيدي بالرحمه. يلا ابو بشعيب. بسم الله. بصحة وراحة الحاج، بصحة وراحة. على سيدي. لا روينا عنده هذا. عرفتي الحاج؟ والله ما تلقى بحال الطاجين في الدار البيضاء بالله القسم. انت اش كدير يا صاحبي؟ اش كدير؟ واش انا ضحكت معاك وانت جيتي درتيها بالصح؟ لا انا ما كنتش كنضحك الله يا ودي. كيفاش ما كتضحكش؟ واخا اللي بوحدو ما نعاونوش. يا شوف انت الله يرضي عليك، ملي غتسالي هاد الماطيشه هادي قشر هاد البصله هادي وديرها تما في هاد البانيو وطلق عليها شويه الماء صافي. اوكي شاف الله يعاونك. وارد البال. سامر الحاج بصحة وراحة. السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا، دخل تفضل. والله ليت انت خمسه د البصله تغلبوك. الله يهديك. شوف ونتعاود معك شويه با شي شده. شوف عرفتي اش غدير؟ ما تبقاش مخبي عندي انا هنايا، سير عند مرتك ردها وسير قلب لك على خدمه. هاد القوام راه ما ينفعوكش اودي. خلينا ندي بانيك اليوم، راه جريتي على هذيك الصباح، انت راك بوحدك ولا خفتي انا نحرق لك هادشي؟ هذا قصر البصله وماطيش. شوف بابا شحال هذاك راه كوموندا واحد الطاجين بغيت دير معاه باش ياكلو هنايا. شوف معاه الله يجازيك بخير. من هذاك؟ اه راه قصرت لك البصله ديالها هنايا وحطيت لك ماطيشه هنا. يلا دجاج ياك اخويا؟ اه دجاج. ها انت بسم الله. صحة خليم شايب. نعم اجي جنب. الله يسمعنا خير. عقلتي قبيله فاش قلتي لي تبارك الله عليك راك قاد وراجل وتيخ في راسك. واش في راسك سلمى ما مسوقاش هادشي كاع؟ والله العظيم هاد الهضره هادي كاع من اللي قلتي دابا كتدخلها من هنا وكتخرج لها من الليل. انا ما كانش كتقدرك وهادشي راه ما تكون مسطيه. انت شوف صاحبي نص نهار دوزتي عندي هنايا، انت شربتي الصناعه تبارك الله، وشوف كاع الكليان كلها هما وليتي عاجبهم. كاين هادشي ولا ما كاينش اخويا؟ بارك الله فيكم بالصحه والراحه الدراري. وكي جيتك خالي بشعيب واش ماشي حسن هذيك اللي جريتي عليها هذا الصباح؟ الله يلا حسن منها بلا. انت سيدي صوبتك مطيشه طواجن البصله نعماس شحال تعطيني في الشهر؟ سيدي كلشي ديالك كلشي ديالك.
غادي نعملوا وصفه مشهوره بزاف في تونس، هي الوصفه سميتها لي بريك. باش نوجدوا هذه الوصفه خصنا ورقه ديال البصيره، عظمه اللي كنسموها بيضه المغرب، شويه المعنوس كزبر. ما تقولش لي من الصباح انت في الدار اون بليتو دخلنا بيجاما. شكون اللي كان باقي في الدار؟ تري درول. اجي فكرتيني اش درنا في طون اوغمونتاسيون؟ باسكو جو دي سا جو دي ريان، راه هادي خمس سنين ما خرجناش. دونك يا لي بي دافيون، يا لي زوتيل، يا البوكينغ، سا كوت دو لارجون. سلمى جان. جو تاغي تو سويت، جي با لطون، انا راه نمشي نجيب واحد الحاجة وغنرجع للخدمة، داكوغ؟ السلام عليكم. وعليكم الحاج بخير. لاباس شحال لاباس؟ حول طيبة. مرحبا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. قول لي الحاج، نعم. هذا هو الكمون ياك؟ لا وليدي لا، هذيك راه حبة حلاوة، ذوقها ذوقها تشوف. والله ما سحب لي الكمون، والله قسم. أيه. راه تحب فيه الكمون، هو هذا واقيلا. ايوه هو هذاك الكمون. كيتشابهوا. كيتشابهوا، عندك قلت الكمون وحبة حلاوة والكروية والنفع، كيتشابهوا في الشوفة، ولكن ملي كيطحنوا كل واحد وريحته وكل واحد والذوق ديالو. ايوا هادي ما كنتش عارفها بعدا راه دخلها صافي. قول لي الحاج، هذا اللي هنايا هذا هو البيساج الخضر ياك؟ لا لا وليدي هذاك راه الهيل. كنقولوا لي حنا في المغرب عندنا قعقلو. قعقعقله؟ اييه. واش كتصلح القعقله؟ كتصلح مع القهوه، اما الا طيبتيها مع الروز اش هي وعاوتاني مذاق اخر. ايوا ربي يزيد علما. شوف الحاج الله يجازيك بخير بلا ما نطول عليك. نعم وليدي. عندي واحد الطاجين ديال الغنيه بالخضره بغيت نطيبو. ايه. وباش تعطيني التشرميله ديالو الله يرحم والديك. راه وليدي كل طاجين ولا طنجيه ولا كذا كل حاجه والمذاق ديالها وكل حاجه والعطور ديالها. يلا توكلنا على الله. يلا بسم الله بسم الله. لغه الناس الله حين الخميره البيض. Raisin sec, on va se barmer la raisin sec, c'est du citron en bête. Un peu de violon qui est génial. Allez. كوزينة كيدير ليها هذا اش كان كيدير انا؟ دايره الحرب هذه ماشي كان كيطيب. دابا اش غندير مع هذا؟ ربيعة ربيعة نعم لالا سلمى عيطي ليا. شوفي غير خلي داكشي اللي في يديك وسيري لدارك بحال توصلي. واخا ما خاصك فلوس. لا لا ما خصنيش الفلوس انا. لا يلا يهنيك. ماك ربيع بغيت نقول لك واحد الهضره ولكن ما تاخذيش مني قله الصواب. لا غير دوي. بغيت نقول لك على سي نبيل راه تكرفص عليا مزيان. اش كتقولي؟ لا 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 ما يمشيش عقلك البعيد. غير بغيت نقول لك راه تيدخل ليا الكوزينه كيقلب ليا السفاهه على علاه كاع الماعن كيهبطهم وكيوسخهم ليا. ربيع اش كتقولي جدا نبيل كوزينتك اللي كيدخل هو كيطيب هو كيرون هو كيعجن ما خلى ما دار هالبيتزا هالطواجن هالكيكه كلشي دارو. كيكه رون بربعة البيضات كيدير ليا كيكه قدها قداش ومذاق معدي ما نقول كي كيدير لها الله اعلم. انا راه غلبني غلبني هذاك السيد. واخا صافي سيري انت يا ربيع انا ندوي معاه. واحد القضيه اخرى قولي عافاك ما يبقاش
يدور لي بين جلالي في الدار كي ديك المرة ربيعة أخرجت لي اسمحي لي صافا تي لا واي واه اش مشافك اسيدي بعد خاتي معطل فيك انت سلمى كومونس با افيك سانتي اللي كتنعسي بكري كشحال كندخل معطله شاك فوا نو دخلت بكري بصح مسكين ايوا سيدي انا كنعس بكري باش نفيق بكري حيت واقيلا راني خدامه ولا نسيتي وزيدو شكون شاف معاك النعاس البارح من كملتي من الفيديو ديال الطواجن نسيتي الهرقمه فقت مقهومه ولا لا سي نورمال دخلت الكوزينه ما لقيتش الماكله دخلت نقلب عليها سوغ انترنيت في بيتنا شنو بغيتي نبيل انا ما فيهاش كيضرب معاك اوكي ما مشيتش خدمه انت دابا شي شي شوف ساعه دابا وي 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 خصني نمشي دابا وي 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 ميرسي نمشي دابا وي جيت نمرس باسكو كنت باغي نمشي اجي اجي فين غادي مالك مزروب سمع جدا مونتي على ميزون راه عندي ليميسيون ديال غدا جدا بريباري الله يخليك راني مزروب اين ايميسيون الا اين ايميسيون كدوي ايميسيون ديالي كجانيم كل صباح شنو بغيتي تقول لي العثماني شنو عند بالك ما سيغش الخبار ها سلمى ديك المره كنت باغي نقول لك ولكن ما خليتيش نهضر ايه انا ما كنخليكش تدوي بزاف ياك اش تقول لي يلا كرا مبقيتش خدام فوالا هادشي اللي كنت باغي نقول لا حبيبه لا بغيتي تقول جراو عليك من الخدمه اها وشنو نديرو دابا سلمى ثق بيا الله يعطيك الصحه شفي تخوفي دابا لقى خدمه لا لا دورجونس نبيل دورجونس سي بون جي كومبري وي دورجونس جي كومبري سا فا سا فا شوف راني معاك ولكن صافي وي ولكن ممكنكش خلصي الضو والماء والكراحيه تكابله معايا جو كوني لا شونزون سي بون راه جو لا كوني صافي شوف كيفاش كدوي يا نبيل كنخدم نغسل نجفف نوقت كل قلت لك واش حتى هما ياك شنو بقى ليا ما بقى ليا والو تي فريمون كون فيت تي فريمون كون فيت شيري جو بونس كو هاد ليا مازال كيما عصبه واحد شويه داكور سيد ربي لك شي تحميمة صافا تفيغ دو بيان فريمون بوكو دو بيان فريمون ما كاينش ما عرفتش تحلي الباب كنقلب على بانطوفتي ما بانت ليكش لا باس كتم البانطوفه مشاركني معاها اش كدير قلبتي على خدمه ولا مازال ولا تنقلب فين كتقلب ان بو بارتو شويه في كلشي اه
كنعاود السيفي ديالي في واحد السيت. لا ويلي علاش مزروب يا السي نبيل؟ غير بشويه عليك ويلي زربو ماتو. اش غادير؟ عطيني دوك الوراق ديال الدول ما نخلصهم. عقلتي قلت لك كاينه واحد لاسواري سي سو سوار زين في دارك هادي تبا بوزو موتوريزاسيون. اجي بعدا مطيبين شي حاجه بعدا اليوم اسيدي. من وليتي نتايا حادك بعد اليامات ولا كيعجبك طيب ياك؟ هيا خويا راه نطي وقفتي لي على دراعك وطيب شي العشاء. ياكل على العزيز عليك تكوموندي لي بيتزا. ايوا كوموندي لي بيتزا. حتى حد ما يقدر يضحك معاك ياك. ربيعة عيطتي ليا لالا؟ اصيبي معاك بيت نعاس وما تنسيش لما جايين عندي الضياف تقليه اللي جبت لك وجديها ليا. بقا تقلب داك البيسي. Allô? Oui, bonjour Léla, ça va? Alhamdoulilah, je vous remercie. Je vous appelle par rapport à une annonce que j'ai lue sur Internet. Katqalbou ala un journaliste radio, c'est ça? Wakhala Léla, n'tsna machi mouchkil, Allah yaoudi, Allah yaoudi. Oui, monsieur Laraqi, vous allez bien? Alhamdoulilah, barakallahu fik. C'est Nabil Rami de ma radio. Exactement. Eh ben oui, il faut bien passer à autre chose. Malom, malom. Mal wahda, bien sûr, la yaoudi, mal wahda. La marina de l'Arbat. Ça me va. Ça me va, la yaoudi, la rasoulaye. Merci beaucoup, merci. Merci. Au revoir. اهلا با نبيل. Je vous laisse regarder. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes tout seul? Non, en fait, j'attends quelqu'un. Pardon, excusez-moi, je vous en prie. Voilà. Un petit peu de business en perspective. Ah bah il faut bien, il faut bien, il faut bien. Ici, ça vous y est? Ouais, parfait, parfaitement bien. Merci infiniment, merci beaucoup. On est confortable chez vous. Je vous remercie, monsieur. Merci. Et pour votre... Ouais, s'il vous plaît. Parfait. Stone à la zone. Stone à la zone, si vous le dites, ouais. Toi, viens. La table là-bas, ça fait longtemps qu'ils attendent. Faut se presser un peu. Allez, viens. Monsieur, monsieur, soyez le bienvenu. Bonjour. Ça va? Oui, vous êtes... On est... Voilà. Voilà, je suis avec monsieur. Merci beaucoup. Comment tu vas? Ça va. Comment là? Ça fait longtemps. Mais là, ça fait plaisir. Eh ben, moi-même aussi, hein, il y a moi-même. Ça fait longtemps, très longtemps. Et ouais, comment ça se passe? Ça se passe, ça va, ça vient. C'est d'être chez vous, c'est d'être chez vous. On va en parler avec vous. Le droit de l'homme. Tu vois que tu suis bien l'actualité. Ouais, chauffe. Quand on a un groupe de presse,
et de médias, tu es obligé. Tu as raison. Ouais, dis-le, le match, tu fais ce qu'il y a. Mais malheureusement, il est sorti, il tourne, mais ça fait mal. Ouais, SMS, là, voilà, quoi. كمل باه ولا طون بلو صافي قال لك السي جير سي حبسوا ركاف سي جماني السي جماني راجل طيب غزال زعما يعطيك او موا يعطيك فاش جي با دي الكونتخير ولكن قال لك السي جي حقا البرنامج قدام واحد شويه خصني شي برنامج جديد لي شيخ لي شيخ بيان سور توجور توجور تماني لي شيخ اخويا لي شيخ لوديمات ولوديمات بون مي ما با في دو بروبوزيسيون اونكور دابا انا بغيت نعرف انت اش بغيتي دير انت Quel journaliste tu veux être ? C'est qui est la question ? Je me sens à l'aise dans la politique et un peu dans le cinéma, mais plus tard. Hein. Le cinéma, c'est vraiment plus tard. La politique et le cinéma. Le politicien. Tu dis le cinéma. Ou les tu dis le cinéma, c'est mais dire que je suis de politique. Toujours aussi drôle, j'adore ça. C'est dynamique, c'est bien. Affiche nous. Pourquoi pas ? Pourquoi si pas ça mange pas de pain ou là ça mange du pain, à ton avis. Bon, on se trouve, ben je rentre d'un coup. Allez, bien. Bien. Très bien. شغال سير عرفتي تسوزوا دو مينوت جو سوي افو دو مينوت فريمون فريمون لاباس لاباس غير نجوج 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 غير Merci. Merci. Alors, plat du jour, la blanquette de veau, notre tagine d'Elbercook. Merci. Tagine d'Elbercook. شي هذا يا اما عينو فيا يا اما عينو فيك راه ما يمكنش وي ولكن عرفنا مجوجات يتصدم اختي دوي غير على راسك انا راه مجوجاش مجوجه بسميه صافي عايشه في كولوكاسيون بدينا كيفاش بدينا واش حنا بالك هادشي كنزلي كنعيشو انا نورمال سيريوزمون سي نورمال بور توا كنتي داك مجوجه راجل كيخدم كيمشي في الصباح كيمشي خدمته رزق ليا نعسي في الكوزينه وندور نجبد ليا نهار كامل في الدار جو سوي موديرن جو سوي سو كو تو ولكن الله غالب هنا في الحي صافي ما يمكنش هادي شنو خصني تيليا شهريه نمشي نغسل يدي والله عصبتي ميكرا ايه انت تتفاهم معك في الدار السي رامي سي العراقي تنعاود نعيط لك الله يجازيك بخير ديزولي لا حول ولا قوة الا بالله زندك جيل بالتركيبة الثلاثية المبتكرة ساهل في الاستعمال كيكفي وضع نقطة من زندك جيل في الأماكن المشار إليها باش يقضي بشكل نهائي ودائم على الحشرات الزاحفة زندك منتوج مرخص له من طرف وزارة الصحة اجي طخنا عليك بالله واش ماشي حشومه ديك الهضره اللي قلتي عليها قبيله لا والله حتى تسطيتي جاي دير لي فيها سينوجيم لا ويلي انت بوحدك عندك الاسئله اللي تسول ياك انا ما عنديش الحق وانا اللي استيغي كنت مسكين محقور وانا مسطيه سي سا سلمى هضري بشويه ندوي كيف ما بغيت سلمى هضر بشويه بغيت نعرف حاجه واحده واش كنتي كدير تما يلا جاوبني وبازل لا والله العظيم راه باز شحال من مصدع على راسي باش نمشي نقلب على خدمه سير دوز لي زونتروتيان النهار اللي عندي غوندي بوجه ديال الشوا وزين انا سلمى نمشي فين ما بغيت ندخل وقت ما بغيت وماشي شغلك لا ويلي وليتي سي سيد ياك انت بغيتي نبقى نتسناك في الدار وقت ما تجي انت غسل لك رجليك واقيله سي صا والله العظيم انا مقصد راه والله العظيم لا جي ندويو كذبت عليك لا لعبوا على راسي ديالك كذبت عليك خدام لا شكون اللي هزك انا شنو عند بالك نهار كل ما طنت دخل ليا الكوزين عند بالك بلي شوميشه حط الطواجن ديال الكيكات وبالليل داش لي اليوتيوب لي فيديو ديال لالا دليلا وي سيدي جو سو كوغون اي دو تو الحياه اللي ما فيكش انابيل ولي فيا انا لي انا اللي ما درتكش سكوندال انت ماشي عندها حتى الريستورون في الرباط باش تشوف لي حبيبتي عند بالك شي سيدي ديك شي حر ديال قلبي كون راجل قد الدراع قد الفم قاتم ما تجيش لعندي عندك الحق انا اللي حمر ليك كبرت لك الشام درت لك شي وحده عباد الله وقال لك حل مشاكل عباد الله
سي جينيال وصلتو. مرحبا tu es belle ma chérie. Salut. T'as pu trouver une nounou? Voilà, alhamdoulillah. Fin ma bnat lkhrin. Homa jin. Bon, on a radi. Fin radi. C'est vrai chérie, fin machi. Tqa maana. Ana raji. Les artistes, c'est comme ça, tu sais. Tiens, prends ça. Ça a l'air bon. صافي دابا عليا انا مشوجه فنان طلع ليا فنان شنو بغيتيني ندير دابا ندخل للكوزينه خليني ندخل للكوزينه انايا عاد لفتوني خليني ندخل للصالون انا ندخل للكوزينه نبيل داكشي اللي وقع البارح سلمى غير تصاتو تزويت لها ديك السر صافي ما بغيتش نسمع لها فرا صافي شنو تاني شنو تاني بوغ توا سي فاسيل شنو تاني واش تو دون با كونت شوف سلمى النهار اللي وليت جوج بيك سحب لي جوج مرة مرزنا وشرب عقلها ساعة فينالمون طلع سوقك خاوي سانسيرمون طلع سوقك خاوي النهار اللي قبلت نتزوج بيك كنا انا وياك مفاهمين كنتي كارييريست ماشي كوزيني شفتي هاد القضيه اللي قلتي دابا هي علاش انا وياك ما نقدرش نكملو اون ايفولي ديفيرامون كيفاش وليت كتفكر انا ما تبدلتش انت اللي تبدلتي انا اللي تبدلت شيك مليح تلاقينا حباب نتفرقوا حباب الله يجعل البركة واخا عيش حياتك كما بغيتي يا نبيل دابا راه وليتي حر بغيت نقول لك راني ندمانة بزاف راجعت راسي بغيتك تسمح لي يا نبيل سنة فين خبرتي عليا صاحبي فين خبرتي عليا خليتيني جالس كنضرب القلب هنايا نبيل مالك اش واقع اش كاين صافي فضيت مع سلمى خلي وجهي الله يجعل بارك عيت بصراحه عيت صافي الله يجازيك بخير اخي خلي عندك هاد الشنطه باش نخرج نشم شويه ديال الهواء ونرجع لعندك الله يجازيك بخير اش الله يرحم وليدنا خالي مشعل الله يرحم وليدنا نبيل الله يرضي عليك ما غنخليكش تمشي هكا جلس جلس
عاود ليا اش كاين ياك لاباس شرب اتاي لا لا صاب صاب واحد البراد ديال اتاي كي داير بنادم دري مزيان الله مرا هذا ظريف اه والحمد لله وليا مالك ياك لاباس اش واقع بيني وبينك عييت والله العظيم الا عييت بالله واه حد غير نقير اخي نمشي انقير درتها مزيانه نقير ما درتهاش مزيانه نقير واه بزاف صافي تلقينا حباب نتفرقوا حباب شوف نخرجوا هكا كنجيب شويه ديال الهواء ونرجع لعند بلاتي بغيتي تشرب غير اتاي غير خليني دابا نمشي نفك رجلي ديك اتاي غير خليه حتى من بعد نشربوا انا وياك الله يجازيك بخير باغي نشم شويه ديال الهواء ونرجع ندير واحد الخدمه عندك باقا عندي نخدم عندك هنا مرحبا خالي مرحبا مرحبا يلا انا راجل مرحبا شكرا سمح لي بزاف سير ترجع مرتاح ان شاء الله اشوف هذاك اتاي غير الضو من بعد دورة أولى ناجحة وأرقام قياسية في المشاركة مسابقة أوشيف تعود على قناتكم دوزن في موسمها الثاني إلا كنت من هواة المطبخ وبغيت تحقق الحلم ديالك باش تولي شيف كبير بعث SMS على الرقم 2324 أوشيف قريبا على قناتكم دوزن تفضل أسيدي شكرا سي بارك الله مرحبا بك معنا شكرا فوالا تفضل إلا جات على خاطرك بارك الله فيك بزاف اكزاكتومون تعطيني واحد 5 ديال الدقائق الطومبي ما جاو الاخوه اللي معايا وانا معاك اوكي الاخوه اللي معاك ما وي ثلاثه الناس غندوزو الكلوط خوتيا هكا مام واخا سيت سي نبيل تشرب شي حاجه لا شكرا بارك الله فيك سير والله العظيم خليه بشعيب جينا شتا العفريت هي لقيتي شي خدمه لا شوف مازال ما لقيت خدمه ولكن سمعني شي نبيل جا شحال هادي الله يجعل البركه دابا نبيل جديد تكرفص حتى عييت صافي اليوم راحت البال كيفاش؟ شكرا الله خلي عندك باش نفسر لك خدمة صباح عقلتي على ديك البطل اللي تفرجنا فيها انا ديك المرة ديال الطبق الكويزينية وداك الشيء اللي كيتعلموا فيه الكوزينة مالو غادي نشارك فيه كيفاش غتشارك فيه؟ شنو غتشارك فيه؟ غنشارك فيه صافي نبغى نطيب واش راه ماقتي؟ تخلي البرنامج ديالك وتخلي الجمهور ديالك وتخلي هذاك الراديو وتخلي داك الشيء كله هو تبع القوامل وتبع الفخر خالي صافي خصني ندوز شي حاجه واحده اخرى وانت براسك تقول لي تبارك الله عليك راك قويفز وراجل ودغيا كتعلم صافي اي قافز وتبارك الله عليك وما نخافش عليك ولكن هادشي راه ما دارش ليا في دماغي ولكن علاش ما داخلكش دماغي دابا غير قول لي دخلنا عليك بالله علاش ما داخلكش في دماغك ايوا شي ما عندك ما تقول ابو بشعيب ثق فيا صافي ايوا شي اللي بغينا شي اللي بغينا شكرا ميرسي ميرسي بارك الله فيك شيف ميرسي بوكو دليلا وي ما عرفتينيش لو ريستوران فاش تحرسوا التواصل واه اسمح لي على ديك النهار شو فريمون ديزولي مي قبل قبل تواصلوا اون افي بارلي في يوتيوب فيسبوك موبيل وي سافا بخير فما لا الحمد لله الحمد لله تو ندوز لو كاستينغ باجيني الله يعاونك الله يعاونك سوبر الله يعاونك سي بيان سي بيان وانت دوزتي وي وي شو بخير الحمد لله الحمد لله بون كوراج بون كوراج دليلا وي ايوا يلا فيرمي لا بورت سي بلي وي خليه بشعيب بخير الحمد لله بارك الله فيك شو رايتك باش كنا خدامين في ديك البرنامج ديال الكوزينه ايوا شتي قلت لك ايوا شتي ولد اختك كابابل ولا ماشي كابابل صافي سامر شوف انا نعاود ندوز عندك من بعد انا عاود عيط لك انا عاود لك خليه بتاعي نعاود عيط لك دليلا الو وي سي بون خذوني سوبر والله الا فرحت لك سي تري بيان دونك غادي نديروها اونصومبل وي اكسيلون اكسيلون سمح لي قبيله غير ما عرفتكش اوف كتوقع كتوقع ماشي مشكل الله يعاودي بان لي لاكسون ديالك ماشي بحال من المغرب دابا ماما من المغرب وبابا من تونس بابا من تونس باهي باهي سي كوم سا كو فو ديت باهي
عايشك ولكن احنا في المغرب دابا. في المغرب دابا بصح عندك الحق. بس بيان خاصني نمشي. هادشي دابا؟ وي. هادشي من هنا ولا من هنا؟ حتى انا. ميرسي بوكو. ميرسي علاش؟ بوركو؟ هادوك لي ميساج وكلشي اللي كدير اون جينيرال. واه صافا دليل عيفتي زعما سي نورمال. كتعجبني لا سونسيبيليتي تاعك وكيفاش كتهتم في لا كوزين. انا عارفه ماشي سهل تكون في المغرب وتهتم في لا كوزين. تبغي عندك الحق ضيق على ود المشكل طلقت مراتي. ابو والله انا عارفه الناس متخلفين بعض المرات. لا والله هادي ما خلق جو ديزولي ديك المره كنت باغي ناكل شي واجاك ساعه ماشي كنجري شو فريمون ديزولي. وي شفتك شنو وقع؟ قصه طويله الصراحه خصني نجلس معاك عطيت غوبوسي باش نعاود لك. بون سي ان بو ديفيسيل. وانت باقي تما ولا جروعي؟ ماشي غير انت كتمشي كتجري حتى انا مشيت بحال هادي. Heureusement qu'il y a des vidéos sur YouTube. C'est bien, il y a beaucoup de vues, ça marche. Hein? Ça va, mais quand j'ai eu l'impression que les gens qui voient les gens, je ne suis pas là. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire. Mais Nabil, je pense que ce n'est pas ça. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire. Ah, Dalila. Nabil. Bonjour. Bonjour. Ah. C'est bon, merci beaucoup, c'est bon. Ça va? Y'a que même stressé? Je suis en fait, mais je suis bizarre. Pardon. Winti? La vérité, un petit peu. Je suis quelque chose de télévision. Aïe, tu as dit que les vidéos directes sur YouTube ou Naskit Bog. Arrête. Arrête. Respire, je me suis mis là où je suis, où ça va aller. ولكن ديريكت ماشي بحال بحال انت عندك لابيتود شو واش تيبارل على راديو ها تخربيق والله العظيم الا تعلق بالله القسم عافاك شويه انا بون كوراج tu es la meilleure je te dis tu es la meilleure merci beaucoup bon courage Dalila نتلاقاو في البلاطو ها à tout à l'heure ما عرفتو الامتحان اليوم كان صعيب شويه ودرتو مجهودات كثيره تبارك الله عليكم على العموم الاطباق ديالكم كانت في المستوى اللي كنا كنتسناو منكم في هذا التمرين هذا كيف ما كتعرفوا قانون اللعبه اربعه فيكم غادي يغادرونا اليوم حيت باقي لنا اربعه البلايص نصف النهايه الفائز الاول هو او هي دليلة كرم يسرى يسرى المهمة ديالي صعبة دابا لأني خاص النادي على آخر اسم اللي غادي يلتحق بكم في نصف النهاية إذا هذه النادي على هو نبيل برافو 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 عليكم
شنو كاين؟ شنو كاين؟ الغولي ديال الدجاج ما كيصدقش. ما كيجيني طيب بزاف يمي ما كيجيني خفيف. ايوا شنو فيها؟ اجي لهنا اجي. دليلة راك كتعرفي طيبي. علاش نتي هنا؟ علاش؟ باش نربح. ايوا غادي تربح. خصك تخدم. ماشي قبيلة صافي خرج فيك عينو صافي راه غادي تخسري. بون. قولي دابا مات معايا الدجاج. ما عرفتش ما كيصدقش ليا. يما كيجيني طيب بزاف يما ما عرفتش. دليلة غير تكال معايا عافاك تيق فيا شويه علينا. الدجاج قبل ما ديرو في المقلاة تاخذ المقلاة تحطها فوق العافية. غدير فوق المقلاة شويه ديال لا كريم فريش داكو ودي تزيد عليها شويه ديال ديك الشرموليه اللي بغيتي دير مع الدجاج ديالك جوسكي سي صافا ياك. وبشويه عليك غادي تشعل على المقلاة مع بوتي فو داكشي فودو يكون العافية عليه قليلة بزاف. زيد ديك ساعات الدجاج على ديك لا كريم فريش والشرموله ديالك تخليه 5 مينوت من بعد تخرجيه ودي وجيب هذاك الدجاج في ديك لا كريم فريش طفي على البوطه تشد الدجاج ديرو فوق بابي سولوفان كبي عليه شويه ديال ديك لا كريم فريش اللي بقات في في في, في المقله واخا تشد بابي سولوفان غديرو في قلب منه ورولي شويه عليك سمعتي سهل اوكي شو غادي نربحو ثلاثة جوج واحد على بركة الله علي 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 دليلة وي شيف صافا وي على شنو توجدنا اليوم عندي راه بتي غولي ديال الدجاج افيك اون بتيت بوغي ديال الزعفران الغولي ديال الدجاج صافي قدرتي تحكمي منو ها ان شاء الله تبعي النصائح ها ان شاء الله والزعفران هو هذا ياك نشبيتي راه مش هذا مزيان هي بيان دونك تكايسي عليها سا مارش يلاه تري بيان بون كوراج سي نبيل وي شيف صافا صافا الحمد لله شنو توجدنا اليوم اليوم غادي ندير لافارس ديال كاينه فيها لي ستراغون غادي جو ديكوري بشويه ديال الكيتشاب ديال التحال ديال الفلفله الحمراء وغادي ندير عليه شويه ديال الجلبانه اتونسيون لي ستراغون عرفتي راه مجهد فيت فيت ويلا دابا بوكو اجي شاف ميرسي اتفقنا عليه كاملين ونال اعجاب الحكام هاد الطبق يمشي مباشرة للنهاية وما كانش سهل علينا اختيار هو او هي نبيل واحد طبق مذاق كان رائع ولكن من ناحية التقديم ما كانش في المساواة ديال نصف النهاية مي عتقول المذاق المذاق كان ممتاز اذا هادي النادي على دليلة شي مشكل ما سمعتيش الدمالك سم الصباح سولها سولها داك سولا انت حقيقه ماشي كلشي كيتقال بالهضره ما عرفت ما عجبتنيش لا تيكستور ديالها بحال محببه لوغ كو نورمالمون خصها تكون شويه خفيفه عادي حتى انا سامغيف سطاغيف اها شنو كدير عندك عندك هادي خصك تيق فيها وتخليها تطيب على راحتها وتكمل بالشاليمو الشاليمو ولكن انا ما كاينش الشاليمو انا شفت واحد في الديبو دابا عاد نمشي نجيبو لك اي 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 على القفوجيه
دليلة؟ دليلة؟ أنا مسدودة عليا في الديبو. ديبو؟ آه أوكي. دليلة؟ وي. أنت هنا؟ وي، شي واحد شد عليا الديبو. ما كاينش شي بواني لداخل غير باش نحلوه. كاينة ولكن ما عنديش باش نحلها. واخا صبر انا نشوف شكون اللي يحل لنا الباب. صبر الشريف. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذيك دليلة اللي دايره معنا البرنامج وحلات هنا لداخل. عايشة تما ولا بوحدك؟ راني وحدي. واش دخلك تما؟ مصيبة هادي. شوف قلبي على شي كارطون ولا شي حاجة انت وفرشهم وبقيت للصباح. راه ما عندنا كي نديرو لك. واه لا الشريف مكانش نخليو البنت بوحدها لداخل. ما عندي كي ندير لك. ما يمكنناش نفرقعوا هذا القفل هذا. اش من فرقعوا ديال الله يرضي عليك. بعدا واحد القضيه العيدي راه الا سد شي قفل ومشى راه ما تعرفوا فين مشى. عنده جوج عيالات ما تعرفوش مشى عند الاولى ولا عند الثانيه. شوف انا لا تايد حاولي تجلسي في شي قنيت يكون سخون باش ما يضربكش البرد في الليل. كون كان الباب محلول كوراني عطيتك جاكيتي. يلا ودي انت تقدر تمشي في حالتك. لا لا ما كاينش خلي الدريه بوحدها. انا حشومه تبقى بوحدها حشومه. الشريف ما كاينش شي كرسي. الله يجازيك بخير. كرسي باش نحطو هنا وصافي. تبعني تبعني. دليل احنا جايين احنا جايين. بس مسكينة بقيت هادي بليم دابا عيمين انت نعودها بحشي نكتة. وانا ما بغتش تفهم ليا انت بوحدك وباغي ثلاثة ديال الكراسة. اودا الشريف راه العشرة انا عارف شنو غادي ندير بهم. الله يرحم والدين. اسمع وليد وياك تقرب للقفلة. اش كي غندير لها الشريف؟ اكون هاني الله يجازيك بخير. الشريف ما يكونش عندك شي فيستا الله يسهل عليك باش ما يجينيش البرد. ألا ماك جيتي عريان هكا؟ دليلة سمعتي هاد خونا اش قال؟ أنت قال لك يعطيك الفيستا وأنا لا. باز دو سوي لا. فوالا باب باب شتي تا فيسكو تا في دابا؟ اش بينك وبين شي شاليمو؟ دبرت على راسي واحد كارتون وريدو جي بيغ غير تهنا. ايوا لالا راك حادقه مع راسك. ولكن انا غادي تبقى فيا حاجه واحده. شناهي؟ هاديك لا كريم برولي اللي وجدتي واللي غادي تاكل بوحدك. دليلة ما تخافيش دو فاسون غادي نبقى بيت بجوع حتى الغدا وناكلو انا وياك. دليلة شنو عوالة دير مور ليميسيون؟ وانت؟ انا الصراحة ما كرهتش نحل شي ريستورون ماروكان ولكن يكون شوية موديان نخرجو شوية على لورديناير. انا خاصني انسى كاع الاحلام ديالي نفكر في حاجة واحدة. شناهي؟ العملية ديال الوالدة. علاش مالها مريضة؟ عندها شي مشكل في القلب والعملية غالية بزاف. كون كان ماما ماشي مريضة كون كان حليت خيتوغ وكون كان وليت سبيسياليزي لي غاتو لي بو غاتو. لا لا لي بو غاتو لي بو غاتو. تفضل. نبيل قدمنا الطبق ديالك. هاي 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 دليلة شفتك خدامة اليوم وفاجئتيني بالمواد اللي استعملتي. تفسر لي شنو كان الفكرة ديالك؟ صراحة كنت باغية نشرف بلا كوزين ديال المغرب. داكشي علاش استعملت دي زيبيس بحال خرقوم زعفران سكنجبير ولكن في طريقة عصرية.
ايوا تبارك الله عليك انت نبيل اه من الاول ديال المنافسه وانت كتقول لنا ما عندكش مع الباتيسري وصلتي لا فينال وخرجتي لنا تبارك الله هذا العجب وي شاف سي فري عندك الحق كيف ما لاحظتي منذ البدايه ديال البرنامج وانا كندير الملح وفي الحياه ديالي معروف عليا كنغامر بزاف الو كوثر وي سي مو شوفي الله يخليك غدا لا بروميير اور بغيتك تعيط على نبيل عقلتي على نبيل وي قول لي راني لقيت لي واحد البرنامج بغيت نقترحو عليه والمهم حاولي مع الله يخليك راه بغيت نرجع اوكي يلا يلا سلام مغامره كبيره هذه تري بيان سيدنا ندوزو للتذوق يلا بسم الله Franchement, très bon. Bravo. Très bien. Avec tous les hommes qui ont été mis en place. Et j'ai un intijam qui est vraiment... Très, très bien. Moumtaz. Bravo. Après, la pâte à sucre, j'ai tenu... Bien, Adik. Légère, bien comme il faut. Et la meringue, khfifa. Artidra... vraiment légère, ma tchelouache bzaf. Bravo à vraiment. Bravo à je le connais lui, non? Ah bah oui, c'était ici qu'on s'était vu la première fois. Je me dis qu'on d'abord grâce à nos mots d'avoir d'acheter le karamchi sel. Je pense que. Karamchi sel. Adin Tlobum, comme tu l'as dit, je suis le wak, c'est le nard de l'karar. Choukrak. اسمحوا لي الى غير يمكن لي ناخذ شويه من الوقت ديالكم وي في البدايه ديال المشوار ديالي في كما كتعرفوا كنت في لا راديو وكان شويه صعيب شويه عليا باش نتخلى على الراديو ونعطي الوقت ديالي الكامل لا كويزين اي بوين دو لا كويزين الصراحه اللي يحبوني سلمون جاي با ماركي كي ليتي اوسي ما جوج ديالنا الصراحه اللي حبوني الكوزينه الشخص الاول هو خالي بوشعيب اللي كنبلغ ليه التحيه ديالي من هذا المنبر والشخص الثاني غادي تفاجئكم واحد شويه عاوتاني هي معنا في البلاطو دليله اللي كنت كنعرفها قبل ما نتلاقاو في برنامج كنت كنتبعها بزاف على الانترنت لي فيديو اللي كانت كدير ديال الكوزينه ولا جيتي تشوف راه وصلت النهايه شويه غراسايل لان تعلمت منها بزاف ديال الحوايج وكنشكرها وكنشكركم بزاف وبعد المناسبه بغيت حدا العديد من المشاهدين اللي كيتبعونا باش نطلب لها اليد ديالها ولا بغات تجوج بيا الو نبيل هي قطوستي فينك كنعيط لك وما كتجاوبنيش لا بحيت كنجر حدايا الا ما سمعتش التليفون فين وصلتو في لا ديكوراسيون ديال لو ريستو لا صافا الحمد لله داكشي صافا وصل الله مالك وانت فينك انا عند ماما في الدار هو ما تعطلش انا كنتسنى فيك ايه بشويه عليك قطوستي انا جايه دجا هي عايشك خالتي كيف بقيتي شويه لاباس شويه الحمد لله ان شاء الله الله يجيب لك الشفاء والله يخليك لينا ان شاء الله ويا ربي يا مينو يا ربي عرفت خالتي النهار اللي خطب دليله راه وليتي بحال الوليده ديالي عارفه اللي كاين الله يرضي عليك الله يوفقك قول لي يا وليدي كي دايرين مع الريستورون واه شويه صعيب الصراحه راه ضمن ديال الريستوراسيون قاصح ولكن ان شاء الله ما يكون الخير خاصك ردي معنا وصافي بونجور vous êtes bien sur la messagerie de Nabil Rami laissez moi un message après la vie pseudo merci كوكو نبيل سي مو بغيت نقول لك برافو عليك شي فيير دو توا سيرتو بغيتك تسمح لي يا نبيل حيت ما وقفتش حداك ما عاونتكش وما شجعتكش ما حسيتش نيا الاهميه ديال الحلم بالنسبه ليك بغيتك تسمح لي وبغيت نقول لك لا جو تو سويت اون تري بون في نبيل ان اوبلي با بورسوي تي ريفز